شكرا شكرا. السلام عليكم، مساء الخير عليكم الحضور الكريم، مرحبا بكم معنا في هذا البرنامج ديال المسار اللي غيكون مسار متميز. اول شيء بعدا كنقدموا لكم السي اشرف وعديد اللي اظن بانه اصغر مايسترو في العالم. نتعرفوا على السي اشرف. اولا نبداو بالحديث عن المستقبل. السي اشرف مساء الخير. بخير. ما يدعنيت؟ لاباس. لاباس دغوش؟ وييه. وييه. الحمد لله الجمهور كيجاكم اشرف. شكون اللي علمك السي اشرف لحيدوز؟ بوحدي. بوحدك؟ والوالد؟ ما علمنيش. وشكون اللي جابك الحيدوس؟ يعني غير بوحدك جيتي؟ لا هما اللي جابوني. شكون هما؟ الفرقة. الفرقة. واحد الفرقة جابتك عندنا. كنشكرك السي أشرف. قاد أول لوحة تراثية ديال حيدوس ديال الخنيفرة مع السي زهير سعيد. أشرف وعديد أصغر مايسترو إن شاء الله تنبؤوا له مستقبل واعد في الحفاظ على التراث النقي، التراث الذهبي ديال المملكة. طبعا هذه بداية فقط، ولكن العمق ديال هذا الحفل هو الاحتفال بواحد النجم في الطرب الشعبي الأمازيغي بالكلمة بالصوت الجميل وأيضا بالعزف ثم بتبني مجموعة من الأصوات النسائية والرجالية. هذا من الجيل ديال محمد درويش الله يرحمه، الجيل اللي أسس قاعدة للون جديد متميز تيمزج ما بين ألوان ونغمات مقتبسة من الأطلس المتوسط ولكن أيضا فيها نفحات من التراث المغربي ككل. هذا النجم اللي هو محمد مغني كنحتفلوا به في هذا المسار بعدما قضى سنين طويله وما زال في خدمه الكلمه والنغمه المغربيه بتضحيات جسام. جات اللحظه باش نحاولوا نردوا شويه ديال الاعتبار من المسار ديالو الطويل. حيوا معي ونحتضن جميعا بالحضن وبالاحترام والتقدير والعرفان للفنان النجم الاطلسي نجم امازيغ والمغرب محمد مغني. تحيه من الجمهور الفنان محمد مغني. مرحبا سي محمد مغني، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. هذه تحيه للجمهور لك. سي مغني واحد الكلمه صغيره عاد نمشيو نشوفوا البقيه ديال هذه اللوحه ديال الحيدوس. كلمه صغيره للجمهور راه مالي. تحياتي لهذا الجمهور اللي حاضرنا وتحياتي لكم. الله يبارك فيك. شكرا. وتحياتي للتلفاز الشاشه الكبيره ديالنا اللي كتكرم الفنانه جميع الفنانه من قبلي انا، وكنصفقوا ليها بالحراره هذه الاذاعه اللي هي كتكرم الفنان. الله يكرمهم جميعا ويكرمكم. بارك الله فيك. شكرا 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 سي محمد مغني. غنواصلوا الحوار وغنبداو وغنشوفوا الذكريات والمسار ديال سي محمد مغني بصحبه مجموعه من النجوم. كاين مفاجات، بقاو معنا عندك نمشيو شي قنت اخر، ولكن وصلوا مع هذه اللوحه ديال التراث ديال احيدوس النبع الصافي ديال الاغنيه الامازيغيه. وبعد قليل نلتقيو. تفضل معنا سي مغني، تفضلوا. Ya da gitti dumul dişe.
السلام عليكم. تحية لهذه الفرقة ديال الحدوس برئاسة أشرف وعديد الطفل وإشراف السي زهير سعيد. الله يعطيكم الصحة. أشرف كنتي زوين، الله يعطيك الصحة، نصفقوا عليه بحرارة على أشرف. بارك الله عليكم. مرحبا بالسي مغني، مرحبا بالضيوف ديالك. أولا الشريفة صاحبة الصوت والموال الجبلي اللي كيذكرنا بالسفر عبر الصورة والصوت إلى البحيرات ديال قلما مزكزا، قلما مويوان، إلى نفحة تمرير العذبة، والى صوت الغاب ديال الارز. كذلك الفنانه نعيمه قوده، مرحبا بك الفنانه نعيمه قوده. الصوت اللي طروب وعندك الميزان في الصوت، انسياب جميل، مرحبا بكم. انتم جيتوا باش تقدموا واحد الشهاده صادقه منكم الفنان مغني. شنو يمكن تقولي الاخت الشريفه المغني اللي هو الرفيق ديالك في الدرب الموسيقي والغنائي، اللي رافقك كما رافقك الراحل محمد درويشه الله يرحمه؟ أولا مساء الخير عليكم. مساء الخير. كنشكر الجمهور الكريم وكنشكر المغاربة كاملين، وكنشكر الدوزيم، كنشكرك السي عتيق على هذا التكريم لهذا الفنان الكبير اللي عطى بزاف، وبرنامج مسار اللي كيجيب الفنانة اللي تتنسى وقلالة صحتهم. كان نشكركم بزاف. الله فيك، الواجب الواجب. الله يبارك فيك. نبغينا نجيبوهم وصحتهم قوية. راه مازالين قويين، غير خص ليهم شوية ديال العوين. نعم صحيح صحيح. الله يبارك فيك. محمد مغني من 1980، خدمنا بزاف ما شاء الله، بزاف خدمنا، استوديوات، السهرات، الحفلات. ومغني ماشي مادي، مغني واحد الانسان فريد من نوعه، هو ماشي مادي، ماشي هو شد في الامازيغيه حتى لحد الساعه الحمد لله، ووصلت الامازيغيه دابا لهاد القمه هذه بالفضل ديال هاد النجوم. بارك الله فيك. شكرا. نعيمه قوده، في السنين الاخيره بدينا كنشوفوك مع السي مغني، هو اللي قلب عليك ولا انت اللي جيتي عنده باش تغني معاه؟ لا هو اللي عيط عليا. وشنو اللي عيط عليك؟ كيفاش حسيتي
لا عزيز عندي تنخدم معاه ديما تيعيط على المهرجانات نعم خدمت معاه بزاف والله عمرها دار نعم نعم وهذه المناسبة باش تقدموا شي لون مزدوج هذا اللقاء ديال برنامج مسار ديال السي محمد مغني غيكون فيه ازدواجيات مجموعة من الثنائيات غنلاقيهم بين أصوات اللي كنشوفهم دائما بوحدها غنجمعوهم باش يكون تحية بأحسن منها غنحيو دائما مغني جوج ديال التحيات كل حاجة فيها جوج المرات إن شاء الله سي مغني شكرا قبل ما العفو الواجب العفو سي مغني شنو علاقتك مع الحيدوس شنو عطاك حيدوس حيدوس ديال الأطلس المتوسط أسيدي حيدوس احنا ملي كنا صغار كان عقلوا على حيدوس ما كان لا أوتار لا كمان لا والو حنا كنشوفو ايتو حيدوس كنشوفو كيمشيو على برا كيكونوا العراسات كنتبعوهم حتى حنا كيشعلوا العافيه باش يسخنوا هذوك البنادر ديالهم وكنتصنتوا لهم دائما اغلبيه الاحيان في الجبل في الجبال في الجبال كنسمعوا صوت الماء ديال كتسمع البندير البديل ايه والبندير ليه بنادم كيمشي كيتصنت لهم كيسجل شويه ما كانت لا مسجلة ديك الوقت لا والو الذاكرة بوحدة خدامة الذاكرة اللي خدامة كنسجلوا شوية حتى كبرنا عاوتاني ولينا كنعطيو للجمهور اللي بغى ذاك النوع ديال تعلمتي من حيدوس الميزان النغمة أولا الكلام ولا الشعر الشعر تعلمتي من حيدوس الشعر دابا الآن مازال كنكتبو أنا نعم مازال كتكتب الشعر كنكتب شوية والسي مغني علاش غبرتي؟ مدة طويلة ما بقيتيش حتى تجاوب في التليفون طافيه الشريفة كاع ناعمة ما عقلتش حتى على الرقم ديالها عيطات عليك وقلتي لها شكون معايا؟ لا مشى لي التليفون مشى لك التليفون ولكن راه غضبات عليك غضبات بقى فيها قلت لي واش نساني كاع السي محمد جاب الله جاب الله السي عتيق واحد التكريم وصيفطوني لهذا العمرة العمرة درت واحد العمرة العقبان لهذا الجمهور ان شاء الله ومن اللي رجعتي صافي طفيتي التليفونات كلهم ومن اللي رجعت هذا اعتكفتي انت سمعتي كاف قلت باركة عندي 66 سنة قلت باركة واش باركة ولا غير البركة نعم حنا تنفتخروا انك قبلتي تجي عندنا بمجرد ما طلبناك ما رديتيهاش لنا زعما هكاك تنشكروك وفعلا وخليتي الضيوف كلهم يعبروا على هذه المناسبه هذه طبعا باقي كتغني وغتغني الكلام اللي غترتاح ليه ماشي توقفتي ان شاء الله ان شاء نعم الله نعم ان شاء الله نعم انت فنان كتسمى القديس ولا الراهب ديال الاغنيه الامازيغيه دائما بوحدك علاش دائما كتبغي الوحده رغم ان تبارك الله عندك ذريه كبيره وعندك اصدقاء ملي كنت صغير لحقاش انا رباتني عمتي وراجل عمتي ما كنتش ما عايش مع خوتي ومع بوحدي الا طلعوا للغابه كنطلع معاهم بوحدي كنتمشى بوحدي وتولتي في الغابه في الغابه تولتي تحت شجره الارز تحت الارز نعاودوا هذه القصه ولا نسمعوا نرتاحوا بالاغنيه خليوا هذه القصه ترتاحوا مع الاغنيه تكون جميله لان جمعات ما بين جوج الاصوات رائده في الطرب الامازيغي ما بين الفنانه الشريفه والفنانه نعيمه قوده متعونا الله يمتعكم تفضلوا تفضلوا
نعيم مقودة والفنانة الشريفة معا في أغنية واحدة إهداء للفنان محمد مغني في التكريم ديالو المتميز بحضور مجموعة من النجوم بينهم الفنان فيصل. مرحبا بك سي فيصل. الله يبارك فيك. حضورك طبعا غادي يجي عنده تبرير لأنه مبرر لأن سي فيصل عنده في الذاكرة ديالو شيء يحترمه اسمه محمد مغني، أليس كذلك؟ طبعا سي محمد مغني يعني رائد من رواد الأغنية الأمازيغية معروف، الناس في الخميسات كيموتوا عليه في الزمان ديالو بواحد الشكل كبير. نعم، شعرا وصوتا ولحنا كل شيء، وحنايا ملي كنا صغارين طبعنا به هو والسي محمد درويش الله يرحمه. نعم. يعني ما كانوا هرمان متساويان لا يعلى عليهما، وكيتنافسوا نوبه كيطلع السي محمد نوبه كيطلع السي محمد، دائما المنافسه كتقول السي محمد مغني كتقول السي محمد درويش. نعم الله. نعم، والمنافسه كانت دائما شريفه، وخصوصا انهم كبروا جميع وقراوا جميع مع السي درويش الله يرحمه. بالطبع هذا هو الشيء اللي زوين واللي ما بقاش حنا بيناتنا ديال الفنان اليوم. لا ولا غادي يزيد، غادي نتفاهموا فمك الربي ان شاء الله. سي فيصل سي المكي أغنوز مرحبا بك معنا، انت كمؤرخ وكموثق عندك خزانه كبيره ديال الصوتيات، كتجمع كل شيء وكتمشي تقلب في كل مكان لبنت لك شي كنيز. انت سميتك أغنوز على الكنز ديال الصوت والبحث. شكرا لك. تقول في التكريم ديال سي محمد مغني. سي عتيق، سي محمد مغني مهما اوتيت من علم البلاغه والكلام لا اوفي حقي في مناقبه، واخا نبغي نهضر فيه. سي محمد مغني ولد للفن الأمازيغي وبفمه ملعقة من ذهب أنجبته جبال الأطلس، فآبى السي محمد مغني أن يضاهيها شموخا. فالسي محمد مغني إلا بغينا نتكلموا عليه أصلا خصنا نعرفوا أش من جيل هو، لأن في الأطلس المتوسط عندنا ثلاثة الأجيال، عندنا الجيل الأول وعندنا الجيل الثاني وعندنا الجيل الثالث الحالي اللي هو كان. فالسي محمد مغني جاء في الجيل الثاني مع السي محمد درويشة، السي حجاوي، اليوسفي، السي عروب، ولكن الجيل الأول هما فنانة كبار اللي جاوا وافدين على مدينة خنيفرة، من ضمنهم السي بوزكري عمران الله يرحمه، السي مصطفى نعيني على الله يرحمه، باللي يزيد، الصالح الملقب بالويسكي، مولاي بوشتا، محجوب زعيريط. فكل هذا الجيل الثاني كل واحد مشى للمدرسة، سي محمد درويشة مشى لهاد المدارس كاع كلهم وخبرهم وخداهم من هنا، تسمات الاسم درويشة، جمع داك الخليط كله ديال هاد الفنانة. سي محمد مغني فين مشى؟ مشى لواحد أعقد مدرسة في الأطلس المتوسط، مشى لسي بوزكري عمران، اليوسفي بن موحى اللي تيتسمى رويشة ديال عين اللوح، مشى للحاج نعينيها، سي عروب الله يذكره بخير، مشى لمدرسة أخرى ديال الويسكي. فسي محمد مغني لازم سي بوزكري لان ما كانش كيعزف فاش بدا البدايه ديالو الفنيه، كان غير كيغني السي يعني والايقاع. وكان سي بوزكري الله يرحمه عمران كان كيعزف، وهذه اعقد مدرسه خدا منها خدا منها مغني السهل في ديك المدرسه وضفوا في الاله ديالو. ولكن اين تكمن قوه السي محمد مغني؟ تكمن في فطرته وفي صوته، فالفطره ديالو انه عادي بسيط، ولكن القوة ديالو فين كاينة؟ كاينة في الصوت ديالو. الصوت ديالو يحتمي عنده جوج ديال الحوايج، فيه معنا موسيقيين السي فيصل حاضر معنا، عنده القرار والجواب في صوته. فاش كيغني السي محمد مغني في الكراف يباغتك على الحين في الإيكي، ولكن الجميل في السي محمد مغني أن صوته سلطة ويسلطن المتلقي، كيشدك في البلاصة وما كيخليكش. أنه كيخترق القلوب ديال المتلقي بدون تأشيرة. ولكن السي محمد مغني فوقاش كيبدع؟ ما كيبدعش في الأضواء، ما كيبدعش في الخشبة. السي محمد مغني من كنعرفو أنا بغي يبدع الحياة ديالي اللي دوزت مع السي محمد مغني، هو من كيهبط من السداري وكيربع وكيقص الأرض وكياخذ الآلة ديالو. أنا أصلا أنا لا أريد أن أسمي آلة الوتر بآلة الوتر، أريد أن أسميها الآلة الحميمية. لماذا؟ حيت هذيك الآلة بحال شي وليد صغير، كتفرش ليها رجليك، كتحطها عندك، كتحضنها، الآلة كتسمع دقات القلب ديال العازف، تعرفه الآلة هل كان عاشقا والهانا لهاته الآلة؟ فتبوح الآلة بنغام الأسرار. كذلك السي محمد مغني كان صريخ الآلة.
السي مغني قبيله تكلمنا على الغابه، نرجعوا على هذه الغابه لان الغابه هي اللي سبت لي كل شيء. انت تولدتي في الغابه وقريتي في الغابه وعشتي طفولتك وشبابك لدرجه انك انت وحيد ما يمكنش تكون الا مرافق الغابه. الغابه بجوج ديال الاشياء ديالها، بالكروش وبالارز اللي كاين تما، الارز وبالحيوانات الوحشيه تما المتوحشه الاليفه ايضا، كاين داك السونغليين، القرد القرود الاطلسي، هذوك على الجهد، والخنزير البري الخنزير البري والتيس، كاين الثعلب، كاين الذئب، نعم كاين القنفذ والسنجاب، السنجاب نعم، كلهم ماشي كنتي كتشوفهم. حكينا كيفاش تولتي بعد اول في الغابه. لان حكى انا عمتي ربتني، الوالد كيمشي للغابه، انا ديك الساعه هذا لي فاكونس ديالي عندي واحد المقلاع، وهذا مازال ما كان في الاوتار لورا،